الوفود التي حلت بالجزائر اليوم هو الوفد الأردني والوفد الفلسطيني والوفد اللبناني، في انتظار قدوم محامين من ليبيا ومن موريتانيا ومن تونس، وفيه أيضا من أوروبا اللي هي فرنسا الأستاذ جيل دوفار اللي هو على كل حال قام بإيداع شكوى في الأصل في قبل ذلك، فهو أيضا ضيف الجزائر. الجزائر الآن يعني بادرت بعقد هذه الندوة، أنا باعتقادي هذه الندوة هي بداية الخطوة الأولى لوضع خريطة الطريق لكيفية تشكيل فرق عمل قانونية ما بين يعني المشاركين بهذه الندوة، المملكة الأردنية الهاشمية، الجزائر، بعض الدول المؤمنة بالقضية الفلسطينية والتي ترى بأنه آن الأوان لمحاسبة ومساءلة الإسرائيليين. نحن موجودون هنا في الجزائر لتنسيق الجهود وتوحيدها وتشبيك تلك المسارات باتجاه واحد وبفريق واحد حتى يؤتي الأمر أكله الحقيقي. سيكون المجال متاحا على جميع الصعد، حتى سنبحث إمكانية مقاضاة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية. بداية بشكر الشعب الجزائري وبشكر قيادة وشعبا على هذه الوقفة مع أمته العربية ومع فلسطين القضية الأم. نحن كقانونيين عندنا هدف واحد، هو أن نعري هذا الكيان الغاشم أمام المحاكم وأمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب التي ارتكبها سابقا ولاحقا.